السلام عليكم. ما هو الأثمد وكيف يستخدم وما هي فوائده؟ كان عليه الصلاة والسلام يكتحل بكحل الأثمد وأوصى باستعماله لفوائده العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: إن من خير أكحالكم الأثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. الأثمد هو حجر يتم طحنه ليستخدم مسحوقه لتكحيل العين، وهو معدن على شكل صخر هش لامع يتكون من طبقات، وليس كما يتوقع الناس أن هذا الحجر ذو لون أسود قاتم نظرا للون الكحل الأسود، فيكون موجودا باللون الفضي أو باللون الأحمر المائل إلى السواد. من أحسن أنواع الكحل هو الذي يفتت بسهولة، والذي يكون فتاته لامعاً وداخله أملس. من فوائد الأثمد: يستعمل لتكثيف الرموش وتطويلها وإنبات رموش جديدة، وذلك لاحتوائه على عدد من المركبات التي تعمل على تنشيط بصيلة الشعر، مما يجعل الرموش أطول وأكثر كثافة، ويساهم في تقوية النظر وجلاء العين عن طريق حفظها من التقرحات والالتهابات. ويوصى أن يستعمله الشيوخ وكبار السن الذين يعانون من ضعف البصر، ويحافظ على سلامة العين عن طريق قتل الجراثيم التي تتعرض لها، ويعالج حالات التهاب العيون والحساسية المفرطة للعين والإحمرار. وإذا خلط العسل بالأثمد يمنع تساقط الشعر، ويساعد في علاج الثعلبة، ويقوي ويكثف الشعر. قم بطحن كمية مناسبة من حجر الأثمد للحصول على بودرة ناعمة، ثم ضعها في علبة خاصة محكمة الإغلاق، ثم قم بغمس عود بحجم مناسب وخاص بالاكتحال، وقم بتكحيل عينيك بالطريقة التي تناسب رسمة عينيك، ثلاثا يمينا واثنتان في اليسار. وللحصول على أفضل النتائج يوصى بشراء الحجر، ثم قم بتفتيته وتصنيعه لنفسك، ثم قم بعد ذلك باستخدامه. ويستخدم الأثمد للشعر بأخذ كمية مناسبة ووضعها على نصف ليمونة، ثم يدلك بها فروة الشعر. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك فيه.